الأزمة زي ما قلنا قبل كده إنه مدخلات الدواء ارتفعت نتيجة رفع سعر الصرف، أيضا أسعار الدواء المستورد ارتفعت. الوزارة مصرة أنه لا رفع لأسعار الدواء. خلونا نعرف آخر ما توصلت إليه الغرفة. دكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، وصلتوا لإيه يا دكتور؟ هل هتقعدوا مع الحكومة؟ إيه آخر وضع في قضية توفير الدواء؟ مساء الخير يا مدام لميس، على حضرتك والساده المشاهدين. مساء. زي ما حضرتك سمعت البيان اللي تفضل بيه الدكتور العزبي مؤتمر الصحفي النهارده، ده كان بيان علشان نحدد موقف صناعه الدواء بوضوح، لانه خلال الفتره اللي فاتت حصل تداول لبعض البيانات مما قد يصيب يعني يصير بعض القلق او بعض يعني انا اللي يهمني الدواء يبقى متوفر يا دكتور، مش البيان والسياسه. انا هطمن حضرتك ان احنا كصناعه وطنيه من سنه 1930 أو 1935 طول عمرنا بنوفر الدواء المصري الآمن والفعال. مرينا بهذه الأزمات، دي مش أول مرة نمر بأزمة حصل فيها ارتفاع أو تخفيض لقيمة العملة المحلية مما كان له تأثير سلبي على صناعة الدواء. إحنا متعودين إن إحنا دايماً بناخد مشاكلنا نحللها ونعرف تأثيرها علينا قبل ما نروح نقعد مع السادة المسؤولين، لأن إحنا على قناعة إن زي ما إحنا عايزين نوفر الدواء للمريض المصري، السادة المسؤولين عندهم نفس القناعة ان احنا نقدر ويسهلوا لنا ان احنا نوفر الدواء للمريض المصري. فزي ما الدكتور العزبي قال، في هناك اتصالات تمت وفي اتصالات في الفترة اللي جاية عشان نحط حجم المشكلة بالضبط وناخد آلية انها ازاي تتعامل مع الوضع الجديد اللي هو فيه ذبذبة في سعر الدولار. النهارده ما عندناش سعر رسمي للدولار. هل مدخلات الدواء يا دكتور نسبتها قد ايه في صناعة الدواء المصري؟ حضرتك لا تقل عن مستوردة 90%. 90% منها مستورد. حضرتك الدواء المصنع في مصر المدخلات اللي فيه سواء مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 90% من الدواء المحلي، وطبعا الدواء المستورد بيبقى 100% لأن هو مرتبط على طول طبعًا. بسعر. طيب ده كده احنا بنتكلم انه المصانع يعني ممكن تستحمل قد ايه دون رفع الاسعار يعني وما تقفلش. حضرتك احنا زي ما قلنا النهارده المصانع المصريه كلها هتستمر في الانتاج لحد اخر جرام عندنا. احنا دايما بيبقى عندنا من المواد الخام مخزون حوالي من شهرين الى شهرين ونص، بالنسبه للدواء المستورد يمكن اقل من ذلك. بنامل ان احنا عشان كده بنقول يا ريت نقعد من دلوقتي، ما نستناش لحد ما نصل للازمه، ان احنا نقعد ونطرح ونشوف الافكار اللي هي في الاخر توفر الدواء للمريض المصري. ده الشيء اللي يهم حضرتك ويهم المريض المصري طبعًا ان طبعًا. الدواء يتوفر. لكن هل لو يعني انتهت هذه الشحنات اللي موجوده في المخازن من المدخلات المستورده، لو الدوله رفضت رفع او تحريك اسعار الدواء هتعملوا ايه؟ المصانع دي هتقدر لا تكمل ولا لا؟ هو حضرتك ليس فقط يعني الحلول المتاحه ليس فقط مسألة تحريك أسعار، في حلول أخرى متاحة. زي إيه يا دكتور؟ كويس. زي والله إيه؟ بعد إذنك مدام لميس، إحنا خدنا قرار في مجلس الإدارة إن إحنا الحلول المتاحة دي نفضل إنها تفضل في الغرف المغلقة لحد ما نصل إلى اتفاق وتوافق مع الهيئات. حضرتك أنا بأكد لحضرتك هذه ليست أول مرة نمر بهذه التجربة، وكل مرة نجحنا إن إحنا نصل إلى حلول يتوافق عليها الجميع بما يوفر الدواء المصري وفي نفس الوقت يحافظ على يعني ماديات المواطن المصري على قد ما. وماذا عن النواقص اللي موجودة بالفعل في السوق يا دكتور؟ حضرتك النواقص دي ليست نتيجة تعويم الدولار. النواقص دي ظهرت بقالها 4 شهور لما حصل انخفاض الجنيه المصري من 5.5 إلى 8.8. ده برضو أثر على قدرتنا. لما حصل تحريك للأسعار، وده كان انفراجة بالنسبة لنا في شهر مايو 2016، للأسف بعد ما كنا احنا يعني متفائلين ان احنا هنوفر الادويه الناقصه، في نفس الوقت تواكب هذا مع ندره شديده في العمله الصعبه، مما صعب مهمتنا من الحصول على الدولارات او العمله الصعبه بالكميات المناسبه في الوقت المناسب علشان نقدر نشغل خطوط انتاجنا. النهارده هذا التعويم هو يعني احنا كنا متوقعينه ومنتظر، واحنا ايدنا هذا القرار بالنسبه للاقتصاد المصري. الدواء لانه سلعه مسعره جبريه يجوز يختلف عن اي سلعه اخرى، لان الصانع ليس له الحق في رفع اسعاره تلقائيا، لابد من موافقه الجهات الرسميه. طيب متوقعين الاجتماع مع الحكومه امتى يا دكتور؟ والله حضرتك احنا في يعني تقريبا في يعني بصفه يوميه على اتصال بجهات مسؤوله
عشان نصل الى حل باسرع ما يمكن علشان نتجنب ان المواد الخام اللي عندنا لا تنفذ قبل طبعا. ما نكون حطينا حل، ونقدر ان احنا نوفر مواد خام اخرى عشان توصل عندنا المنافذ قبل الخامة اللي عندنا ما تنتهي. وكمان عشان الأدوية المستوردة الأخرى اللي هي مهمة برضو، اللي هو هي ينطبق عليها نفس الكلام يا فندم. اللي هو زي أدوية الأورام، زي أدوية الجلطات دي برضو، الخوف ده ليها إنها تنفذ. هذه لها الأولوية القصوى. طبعا طبعا. يعني في أدوية حضرتك اللي احنا بنسميها الأدوية المثيلة، لو عندنا أربع خمس أدوية مثيلة ممكن واحد منهم يغني عن الباقيين، لكن في ادويه مستورده ما تقدرش ان انت ملهاش بديل هنا. ليس لها بديل او مثيل، بالذات زي مشتقات الدم وزي الامصال وزي ادويه السرطان زي ما حضرتك تفضلتي. فده لابد من اعطائه اولويه قصوى، بالذات ان الارصده بتاعه الحاجات المستورده بتبقى بنفس قليله. بنبقى قليله. طبعا ارجو ان انتوا بس تتوصلوا لحل سريع، مش مهم يكون الحل ده ايه يا دكتور، المهم ان والله يا احنا فندم يعني احنا نوصل بنأجل لحل سريع مع الدوله. عن طريق برنامج حضرتك. وانا حبيت يعني اسمحي لي كده احيي حضرتك، انا شفت لك حلقه من تقريبا يومين او 3 ايام على ملف الدواء، يعني انا ارى انك انت يعني متعمقه في هذا الملف، يعني تقريبا فاهمه احسن مننا في هذا لا الملف. ازاي، انا بفهم فانا منكم احيي، يا لا دكتور. والله صحيح، فانا احييكي واحيي شجاعتك في تناول هذا الملف. هذا الملف ملف حساس جدا، امن قومي، وفي نفس الوقت بيمس تقريبا كل بيت في مصر. ده حقيقي، وهو ده دورنا ان احنا نتاكد من انه نتائج الاجراءات الاقتصاديه لا تؤدي الى مشكلات، لا على صناعه الدواء ولا على المواطن ولا على الشركات. عايزين ان احنا نقدر نستحمل مع بعض، بس اللي يهمنا هنا المريض والمواطن ويتوفر له الدواء. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسامه رستم، نائب رئيس غرفه صناعه الادويه باتحاد الصناعات.